يا هلا وسهلا بعشاق المستديرة بنات وشباب على خط المنتصف. نبدأ ضربة البداية والعناوين. عناوين خط المنتصف. لحيان الوحدة يتوعد الرئاسة بالقضاء. استنفار لاستقبال جماهير ديربي الغربية. شركة عالمية للتطوير الإداري والفني في اللجنة الأولمبية السعودية. يا أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين. اليوم الحلقة حلقتكم، سيروها زي ما تبغوا، بس هي محورها عن الديربي. عندكم شيء غريب؟ عندكم معلومة جديدة عن الديربي؟ عندكم آراء مين حيكون أفضل ومين حيحصل على النتيجة؟ أو آراء أخرى نستقبلها عبر الهاتف 012-61-61-100 أو من الرياض 011-21-78-585. قبل ما ندخل في الديربي طبعا مذكرين كاس الخليج اللي خرجنا فيه من النهائي. عارفة ما أحب أجدد الأشياء اللي مو حلوة أبدا. طبعا أمس الحمد لله تعاقدوا مع المدرب، فعن اليوم بعد كاس الخليج يمكن تقريبا له شهر منتهي، أقل تقريبا شهر، أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بأن نتائج الكشف عن المنشطات في بطولة خليجي 22 كانت جميعها سلبية. يذكر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات هي المسؤولة عن تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 22. طبعا جمعوا خلالها 40 عينة بواقع 4 عينات من كل فريق اللي هو كل منتخب خلال الأدوار التمهيدية اللي هي 32 عينة، بالإضافة إلى 8 عينات بمباراتي نصف النهائي، وتم إجراء التحاليل وفق منظمة وادا اللي هي المكافحة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في المختبر الدولي المعتمد في سويسرا. طلعت النتائج سلبية، ترى متأخرة يعني ما أعرف مهمة ولا مو مهمة النتيجة هذه. قبل ما نروح للديربي الساخن نروح للكرسي الأسخن اللي هو كرسي نادي الوحدة مركز 7 أو 6، ونار مولع نار. طبعا القصة هعيدها مرة بالمختصر قبل ما أقرأ بيان الأستاذ حازم اللحياني رئيس الوحدة المستقيل هو ومجلس إدارته. القصة صارت أنه حازم اللحياني استقال، بعدها طلع في الإعلام وقال أنا محارب، محارب من داخل النادي ومحارب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقال كلام كثير في برنامج أكشن يا دوري. ردوا عليه الرئاسة العامة ببيان رسمي في نقاط متعددة عن مخالفات مالية وإدارية قرأناها في الأيام السابقة، وبيان مو قصير، لكن لليوم جد إنه اللحياني قدم بيان. اللحياني قدم بيان ووضح فيه التفاصيل، وتعهد في هذا البيان إنه حيقاضي وياخذ حقه من الرئاسة العامة. البيان يقول إنما قامت به وكالة شؤون الرياضة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بإصدارها البيان الصحفي الذي جاء بعد مداخلتنا التلفزيونية في برنامج أكشن يا دوري مع الإعلامي القدير الأستاذ وليد الفراج مساء يوم الاثنين 16 صفر، لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا بعد أن كشفنا للرأي العام أن من بين أسباب استقالتنا من رئاسة النادي وانسحابنا من الوسط الرياضي بعض التصرفات المريبة والغريبة من لجان وكالة شؤون الشباب، والتي أثبتت بهذا البيان ضلوعها بما لا يدع مجالا للشك خلف كل المشاكل التي عصفت بنادي الوحدة مؤخرا. كلام كبير طبعا. وإلحاقا للحق نود توضيح بعض النقاط التي وردت في البيان. الحين اللحياني حيرد على تقريبا 5 نقاط جات في بيان الرئاسة.
يقول أولا سبقا تقدمنا بشكوى إلى سعادة مدير مكتب رعاية الشباب بمنطقة مكة المكرمة بخطاب تاريخه كذا ورقمه كذا بشأن التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية التي حدثت بالنادي، وتم تشكيل لجنة تحقيق. أشار البيان الصحفي أنها شكلت بناء على شكوى عضو مجلس الإدارة رامي تونسي متجاهلين شكوانا والحقائق التي أوردناها ولم يتطرق لها البيان، علما بأنه لم يتم مواجهتنا بأي مستندات حول المخالفات المزعومة، وهو التصرف الطبيعي الذي كان يجب القيام به لو كانت اللجنة تزاول عملها بموجب الحياد اللازم، بينما ما حدث هو إبلاغنا شفاهية بوجود شكوى منسوبة لأمين صندوق النادي السابق، ومع ذلك تجاوبنا مع اللجنة وتم الرد عليها بخطاب رسمي موجه لرئيس اللجنة مرفقا بالمستندات. هذه خلصوا الجزء الأول الشكوى المالية اللي تكلموا عنها. نقول الجزء الثاني، يقول ثانيا بخصوص الفقرة الأولى من بيان الرئاسة والذي يزعم بأنني لم أقم شخصيا بإيداع السلف المصرح بها من قبل الرئاسة العامة والبالغ قيمتها 5 ملايين ريال في الحساب المصرفي للنادي للصرف منها نظاما على أنشطة النادي، فإنني أؤكد أن هذا الاتهام غير صحيح ومنافي للواقع، حيث ثبتت الحسابات المعتمدة بالنادي أنني دفعت مبالغ تزيد عن 11 مليون، وبذلك يعتبر بيان الوكالة الشؤون الرياضية دليلا على عدم الموضوعية وخلط الحقائق وعدم القيام بأي تدقيق للحسابات النادي، وذلك لعدم حضور العضو المالي الذي كان يفترض قيامه بهذه المهمة. بخصوص الفقرة الثانية من بيان الرئاسة، طبعا هذا جوابه الثالث. ثالثا بخصوص الفقرة الثانية من بيان الرئاسة التي تضمنت اتهام شخصي لي كرئيس نادي لنادي الوحدة بأنني قمت بتحويل التبرعات وسلف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف باسمي، يعد اتهام خطير يتوجب إثباته بالمستندات الدامغة أمام الرأي العام، خاصة أنه يستلزم حتما وجود شكوى رسمية من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الشرف الذين لم يتقدموا بأي مما يثبت ذلك الاتهام الخطير، إضافة إلى خلو الخطاب من توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق ومن تلك التهم وإثباتها أو نفيها، مما يؤكد وجود سوء نية. أتعبنا بيان الأحياني طويل. رابعا بخصوص الفقرة الثالثة من البيان التي ورد فيها اتهامنا بتعيين محاسبين على كفالتنا الشخصية بدلا من المحاسبين العاملين بالنادي، فإنني أؤكد أننا عندما استلمنا مهام إدارة النادي كان يعمل بالإدارة المالية اثنان من المحاسبين، أحدهما لم يكن على كفالة النادي رغم أنه كان يعمل بالنادي قبل استلامنا المسؤولية بأكثر من عام، بعلم من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمكة المكرمة التي لم تعترض على وجوده أو ممارسته لعمله بأي وسيلة، بينما كان الآخر على كفالة النادي إلا أنه تم كف يده عن العمل بعد كشف تورطه برفقة آخرين في واقعة اختلاس شيك خاص بأحد اللاعبين، وتم التحقيق معه برفقة أمين صندوق النادي السابق الذي أوصى بإنهاء خدماته، وتم إشعار مكتب الرئاسة العامة بمكة المكرمة بالموضوع. خامسا بشأن ما ورد في البيان من عن انفرادي بالقرارات وتهميش مجلس أعضاء مجلس الإدارة وعدم عقد اجتماعات بصفة رسمية وفقا للائحة الموحدة للأندية الرياضية، فإن واقع محاضر الاجتماعات يدون ويؤكد أن كل القرارات التي اتخذتها كانت وفق عملية تصويت جماعي خلال 9 اجتماعات رسمية. طبعا في الأخير أنهم ما عجبوا لغة البيان المتشنجة والتي تبحث عن الانتصار على حساب تحقيق العدل، وختاما أن ما يخصني شخصيا من التهم سوف أكون جاهزا بأخذ حقي الشرعي الذي يكفله لي النظام، أما فيما يخص النادي فقد كشفت لكافة محبين وجماهير الوحداوي فيما ورد أعلاه
أن حال هذا النادي وحال من يعملون عبثا ضده مؤملا أن ينصر الله الوحدة ويقيد له من يعيد إليه عافيته ونغمة انتصاراته مجددا. طبعا بيان طويل كنت مضطرة أني أقرأ لأنه إحنا الأيام اللي فاتت كنا كثير مركزين على نادي الوحدة ومركزين على البيان اللي طلع قبل كذا قبل تكليف الأستاذ رامي تونسي ومعه الأستاذ حاتم خيمي بتسيير مهام النادي. الآن البيان حقيقي، هذول قالوا حقائق أقنعتنا، وهنا الرجل يثبت عكس ذلك. إحنا في الأخير نبغى الوحدة، مين كان صادق ومين كذاب، إحنا في الأخير نبغى الوحدة ترجع. الوحدة مركز سادس أو سابع في دوري الدرجة الأولى، ما هو مرضي لأهل مكة ولا للمنطقة الغربية ولا منطقة مكة المكرمة إنه نادي الوحدة اللي في أطهر بقاع العالم والأرض يكون في هذا المركز ويكون حوله كل هذول أعضاء الشرف وما حد قادر يدعم. أخذوا كثير، يعني أخذنا كثير حول هذا الموضوع، لكن أكيد يتطلب الأمر نعرف آخر حقيقة ونعرف فين رايح الوحدة، حيحلوها ولا ما حيحلوها، حنوصل فين ما أعرف. بعد الفاصل حنتكلم عن الديربي وحتكونوا أنتم أبطال هذه الحلقة. يا هلا وسهلا فيكم من جديد. خلاص ننسى المشاكل الحين ونشوف استعدادات الديربي. الأهلي كالعادة مشهور بجماهيره ومشهور بالتيفو اللي هو كان حقيقي بشكل احترافي. ينضم لنا الأستاذ مشهور الحارثي اللي مسؤول عن تيفو والجماهير، جماهير النادي الأهلي. حياك الله أستاذ مشهور. الله يكرمك أستاذ حنا، سعيد جدا بتواجدي معك في البرنامج المميز، وسعيد بتواجدي القناة الرائدة ألف ألف، وإن شاء الله بإذن الله تكون إطلالتنا جميلة على المستمعين. بس تعقيب بسيط إنه أنتوا فريق عمل. إحنا فريق. نعم. بقيادة جمهور الأهلي أصلا. اوكي، انا اعرف انه انتم فريق عمل وكلكم ما تحب احد فيكم يظهر على الاخر، لكن خليك انت اليوم ممثلهم ونتكلم عن تيفو الاهلي اليوم. طبعا اكيد ديربي واكيد الاستعدادات مختلفه واكيد الاجواء اللي انتم قاعدين تحضروها بشكل مختلف، كيف استعديتوا للديربي؟ والله شوف، يعني اول شيء يعني فريق العمل للامانه يعني بيقوموا بجهود كبيرة وجبارة لمدة 6 أسابيع ماضية. طبعا مش هو استعدادنا لمباراة ديربي، هو بصراحة بيعملوا هذا الجهد كل المباريات، لأنه جمهور الأهلي دائما جمهور ذواق وما يرضى إلا بالشيء المميز دائما. نعم. فدائما تكون الاستعدادات يعني على قدم وساق في أي جولة أي مباراة. طبعا ممكن المباراة هذه لها خصوصية نوعا ما، انه تكون اول ديربي على استاد جوهرة الملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. نعم. فاكيد حيكون لها وضع خاص ولها ترتيبات يعني تليق بالكرنفال ان شاء الله. نعم. خليك معنا استاذ مشهور. ينضم لنا الاستاذ طارق الشامخ اللي تكفل بجميع تيفوهات نادي الاتحاد. حياك الله استاذ طارق. مساء الخير، ومساء الخير على المستمعين والأستاذ مشهور. يا هلا فيكم الاثنين رائدين في موضوع التيفو. ايش محضرين؟ والله احنا في مباراة الديربي طبعا لها طعم خاص دائما في 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 المنطقة الغربية. الحقيقة انه في مجموعة من اعضاء شرف الاتحاد قرروا يتكفلوا بعمل التيفو في المباراة هذه والمباراة القادمة. والتيفو أصبح ثقافة جماهيرية يعني لجذب الجماهير في الملاعب، وصار التنافس يا أستاذ طارق، يعني الأهلي تيفو الاتحاد تيفو، يعني صار لغة الآن، صار كل الجماهير منتظرة التيفو كيف حيكون. الحقيقة أن الملعب كمان أصبح يساعد يعني عامل جذب. أول في السابق كنا نشتكي أن الملعب ما هو عامل جذب الجمهور، كان عندكم حجة. لا والله يعني دعم، شوفي دعم النوادي ودعم الجمهور وكذا هو حقيقة متعة. نعم. من المتع، وهذه أحلى يعني هذه من الأشياء المتع اللي يضيفها المدرج الاتحادي للمباريات. نعم. سمعنا أنه يا أستاذ مشهور في حاجة مشتركة تكون مع الاتحاد. والله أنا أحب نفسي على الرجل الخلق الأستاذ طارق، وكنت سعيد أنه نتقابل على الأثير مع الوقت هنا.
نعم. أنا ما عندي أي تفاصيل إنه في شيء مشترك أبدا. اللي أعرفه إحنا لنا سيفو مستقل وشغالين عليه من 6 أسابيع. نعم. ما عندنا أي تفاصيل عن أي شيء مشترك. طب ليش ما عملتوا تيفو مشترك استاذ طارق ما دامكم حبايب يعني؟ دائما حبايب، لكن وقت المباراة غير، وبعد المباراة نرجع حبايب. ترجع أصحاب من جديد. ما أنتم مؤيدين فكرة التيفو المشترك يعني؟ والله كان في فكرة زي كذا لدعم بعض النشاطات الاجتماعية. أيوة. كان في فكرة زي كذا. نعم. وأعتقد أنها ممكن تطبق في يوم من الأيام، ليش لا؟ نعم. أستاذ مشهور يعني مؤيد؟ أيوة. لا أنا عندي بس مداخلة. أيوة. ما قال أخونا طارق. يعني حلاوة الديربي في التنافس وحلاوته في الإثارة بين الطرفين. وللأمان يعني على قد ما في تنافس على قد ما في روح جميلة يعني سواء بين منسوبي الناديين أو حتى المشجعين، وأحيانا يعني بعض الكفشات الخفيفة هذه بتخلي يعني إثارة للديربي بعيدا عن التعصب. يعني نحن كنا ضد التعصب وضد الأشياء المسيئة. نعم. لكن يعني البعض يعني بعض الكفشات الحلوة أنا أعتقد إنها بتعطي للديربي إثارة. وأنا متفائل كثير مدام إنه في تيفو اتحاد، يعني أخيرا بيكون في تيفو اتحاد، لأن قبل كذا ما كانت التجارب يعني صراحة نقدر نقول عنها تيفو يعني. نعم. والله الاتحاد هو مدام فكرة التيفو على فكرة. ها يعني إذا كنت تبدأ في أول مرة الرائد في الموضوع كالعادة الاتحاد دائما رائد في المواضيع، فأول من بدأ في التيفو هو نادي الاتحاد. أنا سمعت أنه لا الأهلي ولا الاتحاد، اللي كان على علمي النصر أول من بدأ في الاتحاد في أول مباراة. أهو بدينا الديربي في إذاعة ألف ألف، الاتحاد يقول أول والأهلي يقول أول. لا لا أنا مثل ما قلت لك مدام إنه دائما الاتحاد. طب دقيقة، واحد أسمع أستاذ، يعني أستاذ طارق تفضل. كالعادة الاتحاد دائما يبدأ في يعني جمهور الاتحاد معروف إنه هو الرائد. نعم. الاتحاد بدأ قبل الأهلي على الأقل في موضوع التيفو. متى بدأتوا يا أستاذ طارق؟ بدأنا في أول مباراة من موسمين بدأنا فيها. نعم. فبدأت فكرة التيفو في نادي الاتحاد، وبعدين الأهلي جماهير نادي الأهلي قلت. بس مين تميز؟ يعني عدد جمهور الاتحاد وهزيج جمهور الاتحاد وتيفو الاتحاد. أنا أقول الاتحاد. شوفي سؤالك لي أنا حجاوب الاتحاد طبعا، بس نعم. أنا طبعا ما حيكون ما حكون موضوعي كثير لأن الاتحاد يعني لي كثير. نعم أستاذ مشهور. طيب ممكن أنا يلا أنا بديت المباراة من اليوم. طيب لا أنت ملعتها. هو أول تيفو مثل ما قبل 16 قلنا قبل موسمين، إحنا اللي كان عندنا قبل أربع مواسم عام 2010، كان في بدايتها كان أول مباراة أمام الاتحاد يعني، والتاريخ موجود ومثبت مثل ما كان أول التراس كان موجود على مستوى المملكة النادي الأهلي، مثل ما هو موجود أول نشيد كان على مستوى النادي الأهلي، فهذا بالتاريخ والحقائق موجودة. لكن أنا مثل ما قلت يعني أنا أتمنى إنه يكون فعلًا في تيفو يليق بالحدث، ما يكون مثل التجارب السابقة اللي يعني ما كانت يعني بصراحة تاريخ بمسمى أو كلمة تيفو يعني في المدرج الاتحاد. منحتم الوقت الكافي أستاذ مشهور في تنفيذ التيفو ودخولكم المدرجات؟ والله شوف للأمانة يعني إدارة النادي عندنا مهتمة في الموضوع المدرجات وموضوع التيفو، ف جهود إدارة النادي بالتنسيق مع رئاسة الأمر رعاية الشباب مع شرطة جدة للأمانة يعني الخطة اللي عملوها يعني بصراحة عمل يشكرون عليه جميعا، أنه تجهيز الملعب قبل 24 ساعة من المباراة. نعم. منح الفريق العمل حرية العمل بصراحة عمل اللي يشكرون عليه جدا، وهذا اللي نتمناه يعني في كل المباريات، لأنه صراحة العمل اللي ينعمل يوم المباراة بيكون متعب على فريق العمل بيكون فيه يعني حتى خلاص تشوفوا المباراة وانتم بطارياتكم خالصة وهذا هو، فلكن انه يسمحوا قبل يوم يصير الواحد يعني يقدر يجي قبل المباراة ساعات قليلة يعني محدودة. نفس التعاون أستاذ طارق؟ طبعا وزي ما تفضل الأستاذ مشهور انه قبل 24 ساعة يسمحوا بدخول المنسقين لتركيب التيفو، واعتقد ان شاء الله ان نشوف حاجه كويسه في المدرجات. سمعنا انه ممكن يكون في رعايه استاذ طارق للجماهير لتيفو الجماهير، وبحكم انك رجل مالي يعني ورجل استثمار، فهل ممكن يتم فعلا التعاقد او توقيع عقود لتنفيذ التيفو للانديه؟ في الوقت الحاضر ما اعتقد انه هي الفكره هذه قائمه بالنسبه للاتحاد،
يعني جماهير الاتحاد يتغنوا برجالات الاتحاد وبفريق الاتحاد وبفكرة الاتحاد. إلى الآن ما في فكرة إنه يخلوا أحد من الشركات إنها ترعى التيم. نعم أستاذ مشهور، في خطوة زي كذا ولا لسه؟ والله بلاش، احنا شفنا قبل كذا إنه النادي الأهلي كان يمكن من أوائل الأندية على المستوى العالمي يكون في راعي للتيف، وكان قبل كذا تجربة مع شركة عبد اللطيف جميل. نعم. وكانت يعني تجربة مميزة وكان في عائد كبير من النادي. نعم. فبعد كذا إنه كان إنه المفترض إنه يكون فيه عقد مفاوضات. نعم. فهذه أمور يعني تختص بالإدارة، أنا ما عندي أي تفاصيل عنها، بس إنه الأهلي كان راعي في هذه التجربة. شعار تيفو الأهلي بكرة إيش؟ ادينا كذا تسريبة. اللي هو شعار جدة. نعم. جدة. اللي شعار جدة المعروف جدة أهلي وبحر. أوكي. وليتي إيش شعاره يا أستاذ طارق؟ بكرة حنشوفه. ما تبى تسرب لنا معلومه؟ حلو العنوان اسمه بكره حنشوفه. حلو والله، انا شدني ورقه حنشوفه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ طارق، شاكر لك المداخله، ويعطيك العافيه استاذ مشهور. اذا عندكم كلمه تحبوا توجهوها للجماهير بخصوص التعصب، انا اول حاجه انا بلاك، انا شاكر لك وشاكر للرجل الخلوق فعلا، للامانه من الناس اللي دائما افتخر فيه الاستاذ طارق، والمنافسة حلوة يعني، بس هي موجودة في الملعب أو بعض المناوشات كذا اللي بتخلي يعني طارة حلوة، لكن الأمانة من الأشخاص اللي بعتز فيهم كثيرا الأستاذ طارق، وإن شاء الله بإذن الله يبارك لي بعد المباراة بإذن الله. نعم. يعطيك العافية أستاذ طارق. يعطيكم ألف عافية وألف شكر لكم. الأستاذ مشهور فعلا يعني من الرجالات اللي يفتخر فيهم، ورجل مخلص وصادق وعملي ودؤوب، دائما أشوفه ما شاء الله تبارك الله متواجد دائما. يعطيكم ألف عافية، ونتمنى أن نشوف مباراة تليق بالحدث وتليق بالفريقين الكبيرين وتليق بالجمهورين العظيمين الحقيقة. يعطيكم العافية، شاكرة لكم تواجدكم. كان معنا الأستاذ مشهور الحارثي، ممثل عن فريق المعد لتيفو النادي الأهلي وعضو شرف الأهلي، والأستاذ طارق الشامخ عضو مجلس إدارة سابق وعضو شرف حالي، وأيضا مسؤول مع مجموعة من أعضاء الشرف عن تيفو الاتحاد. شاكرة لكم. بدأوها ساخنة تيفو من الأول، دائما كذا الأهلي والاتحاد، حتى تنافسوا على الشعار اتيو الأهلي وبحر، واتيو بحر جدة كذا أهلي وبحر، صارت جدة كذا اتيو بحر، ومين الأولوية في هذا اللقب، اتنافسوا حتى على بحر جدة ما خلوه. طيب بناء كمان على هذا الهامش، كان في أمس طبعا يوم الاثنين عملوا اجتماع بضم ممثلين القطاع، طبعا في مكتب الرئاسة العامة، ضم ممثلين قطاعات الأمنية إضافة إلى مندوبين الناديين الأهلي والاتحاد وشركة أرامكو طبعا بحكم أنها مشغلة للملعب، لمناقشة خطة العمل والتنظيمات الجديدة للديربي كأول ديربي يجرى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. جرى الاتفاق على أن تفتح البوابات الساعة 12 ظهرا، وتخصيص بوابة رقم 5 و4 و3 لجماهير الدرجة الأولى، وخصصت بوابة رقم 2 لجماهير الأهلي للمنصة الذهبية والفضية، وستشرع بوابة رقم 6 لجماهير الاتحاد للذهبية والفضية، فيما تخصص بوابة رقم 1 لأعضاء مجلس الإدارة وجماهير البي آي بي. طبعا باعوا البوكسات حق البي آي بي. كما جرى في الاجتماع الاتفاق على الاستلام من روابط المشجعين كافة أدوات التشجيع قبل المباراة ب 24 ساعة، اللي هي كمان التيفو اللي كنا نتكلم عنه قبل شوية، وما زال مستمر حتى الآن بيع التذاكر. حراجع بعد شوية وأشوف كم عدد التذاكر اللي تم بيعها ومين الأكثر. صراحة موقع مكاني اللي مخصص لبيع التذاكر قاعد يعمل إحصائية أو يعني تحديث دائم حتى على عدد التذاكر المتبقية، حتى يعني بشكل دائم، بحيث أنه منها تحفيز ومنها اللي ما اشترى يشتري، ومنها يحفز جمهور النادي الآخر أنه اشتروا، احنا اشترينا أكثر. طبعا في يقولوا شوية الموقع توقف ورجع مرة ثانية، فحنشوف بعد شوية، حراجع أشوف آخر نتيجة عدد
إلى قبل الحلقة كان عدد مشجعين الأهلي أعلى بشوية من المشترين للتذاكر من الاتحاد، بس أكيد أنه ما في ولا تذكرة هتبقى، هذا المتوقع. أعزائي المستمعين نطلع فاصل، نص الساعة الأخيرة هي لكم. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، لأنه ديربي غير حنبدأ المداخلات، بس أول مداخلة طعمها غير، مع شاعر غير وبإحساس غير. شاعر علي عسيري حياك الله معنا. هلا مساء الله بالخير أخت هنا، ومساء الخير ليكي ولكل مستمعين إذاعة ألف ألف أسم. شرفتنا وأسعدتنا بهذه المداخلة أستاذ علي. بالعكس أنتم اللي أعطيتوني هالفرصة، شكرا لكم يعني. الله يعافيك. طبعا الجمهور كله مترقب، هذا الشاعر الحساس صاحب أجمل وأروع قصائد حيكون مع مين في الديربي؟ والله أكيد أنا مع الأهلي يعني. طبعا يعني الكثير تفاجأ بميولك الأهلاوية ومتابعتك في بعض التغريدات اللي كانت تشجع الأهلي أثناء المباريات. تتابع المباريات يا شاعرنا ولا؟ أكيد. ولا توترك؟ لا أكيد أنا بتابعها بشكل يعني كثير يعني، وبهتم لمباراة الأهلي بالذات. يمكن الله يرحمه أبويا اتحادي كان متعصب كثير يعني، والله يرحمه كان صديق جدا لي. نعم. وكنت يمكن أشوف المباريات دائما، مباريات الأهلي والاتحاد أهلي سواء يعني. الله يرحمه صرت أشوف الحين المباريات لوحدي يعني. لكن يعني أنا سعيد جدا بالمستوى الجميل اللي قاعد يقدمه الأهلي الحين للأمانة يعني. نعم. وشاكر لكل القائمين على النادي بأنهم يعني بدأوا على الأقل يتلمسوا الطريق السليم يعني. يا رب إن شاء الله السنة هذه ناخذ الدوري على الأقل. يا رب، هذه طبعا رغبة كل عشاق الأهلي. لكن سؤالي، مين اللاعب اللي يلفت نظرك ويخلي الشاعر يتحرك فيه المشاعر؟ والله شوفي، أولا أنا أول شيء أنا بمسي على لاعب أنا شايف أنه الفترة الأخيرة يعني الإعلام يعني قاسي عليه كثير، خاصة الإعلام الأهلاوي يعني. نعم. وأتمنى أنهم يعني يكونوا معه بصاص لاعب مميز. نعم. أنا أعتبره شاعر الوسط يعني، شاعر الأهلي داخل الملعب يعني. نعم. أتمنى يا رب إن شاء الله أن يكون هذا اللاعب يعني، وأن الناس توقف معه. لسه الولد شاب صغير في السن، وكلنا يعني نخطئ وكلنا نحب نتعلم يعني. أنا أتمنى للأمانة يعني من كل الناس اللي بيشجعوا الأهلي أو اللي يحبوا النادي الأهلي للأمانة إنهم يخفوا على مروان بصاص يعني. نعم. يعني يا حظه مصطفى جاله إشادة من شاعر يعني. أنا للأسف الشديد شوفي على فكرة أي. يمكن بصاص من الناس اللي أنا برتاح له كثير. نعم. أولا شاب صغير في السن، في إمكانية لتطوره بشكل أكبر من اللي هو عليه الحين. نعم. أتمنى للأمانة يعني من كل المحبين للنادي الأهلي ومن كل الناس اللي بيشجعوا النادي الأهلي إنهم يوقفوا مع هذا الموهبة المميزة. نعم. اللي أنا قلت لك يعني أنا بحس إنه هو شاعر الأهلي داخل الملعب يعني. نعم. حقيقي يعني نقدر نقول شاعر الكرة مصطفى بصاص، هذا لقب أطلقوا عليه الشاعر علي عسيري شاعر الكرة. هو شاعر الأهلي في الملعب للأمانة. نعم. إيش من أجمل الشباب المميزين اللي في المملكة مش بس في النادي الأهلي. نعم. إيش الـ أو الطريقة أو اللي تتمنى تشوفه في هذا الديربي يعني؟ أنا أتمنى مباراة تليق باسم المملكة العربية السعودية. نعم. تليق فعلا بالنادي الأهلي، تليق بنادي الاتحاد. نعم. فريقين كبيرة عريقة. أتمنى يا رب إن شاء الله يعني نترك التعصب اللي يعني. أنا بقول لك يعني لو فاز الاتحاد ثقتي ثقة تامة. نعم. إني راح أكون أول من يهني أي اتحادي. نعم. طيب حضرت قبل الأهلي نقول هتحتفل يعني. أكيد حنا. كتبت قصيدة على الأهلي ولا العشق اللي لا يكتب هذا؟ لا عشق لا يكتب، لأنهم يعني للأمانة لهم سنين طويلة يعني ما فرحونا. أنا أتمنى إن شاء الله
إن شاء الله، وعندي إحساس كذا بأنه إن شاء الله الفرح قريب يعني، وبأننا راح نحتفل بالدوري قريبا بحمد الله بإذن الله. حضرت مباراة في الملعب شاهدنا؟ أنا ما أحضر الملعب لعدة أسباب. أي. أولا أنا يعني ما أقدر أحضر في الزحمة يعني، بختنق من الزحمة يعني، ما بحب الزحمة هذه واحدة. غير كذا للأسف ملاعبنا مش مهيئة يا هلا. ملاعبنا للأسف الشديد يعني، يعني كنت أتمنى أني أشوفها مثل الملاعب في أوروبا، أو على الأقل مثل الملاعب في الأمارات أو في قطر يعني. نعم. يمكن من المخجل أنك تدخل ملعب في المملكة العربية السعودية. لا نبني نوجه لك دعوة في الجوهرة أستاذ علي، هو الملعب الوحيد الله يطول في عمر أبو متعب يعني. نعم. الملك عبد الله اللي أهدانا هذه الهدية، والحين عندنا 11 هدية يعني. نعم. إن شاء الله من الملاعب يعني بدأنا إن شاء الله نتلمس الطريق بشكل سليم للأمانة يعني. أنا أتمنى يعني أتمنى إنه بيئة الملاعب تتحسن بشكل أكبر، علشان الشخص يقدر يجي ياخذ أولاده أوكي ويروح للملعب. ده مهم جدا يعني، يلقى يعني بوفيه محترم، يلقى شيء بياكله أو يشربه، يلقى حتى دورات مياه محترمة يعني. للأسف الشديد يعني شلون بتجي الملعب تجلس فيه 14 ساعة؟ في ناس بيقعدوا من 8 ساعات 10 ساعات. صحيح، هذا العشق والجنون. وللأسف يعني ما في عشق، أنا ما أعتقد أنه في ناس بيعشقوا كرة القدم مثل الألمان. صحيح. الملاعب الألمانية هي أكثر نسبة ملاعب ممتلئة على مستوى أوروبا، مع ذلك بيجوا قبل المباراة بنص ساعة بساعة بساعتين بيلقى الكرسي حقه محجوز يعني بالرقم يعني. احنا الى الان موضوع الرقم هذا مهمش عندنا، واحنا مخترعين الارقام. لا رغم اننا ارقام يعني. نعم. لكن وفي يعني. نعم شأن يعطيك العافية، وان شاء الله مبارك لك بنتيجة تسعدك بإذن الله. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. وأنا اللي شاكر لك هنا، وشاكر للإخوان والأخوات اللي موجودين معك في إذاعة ألف ألف أم، وأتمنى لكم يوم سعيد يا رب. شرفت إذاعة ألف أستاذ علي عسيري بمداخلتك، يعطيك العافية. شكرا شكرا لك يا هلا. يا هلا فيك. كان معنا الشاعر علي عسيري الذي أعلن بشكل واضح ميوله الأهلاوية، وأعطى لقب لمصطفى بصاص شاعر الكرة، من شاعر كبير، فيا حظك يا مصطفى، وكثير يتمنوها يعني. الحين تبدأ اتصالاتكم على هاتف 012-61-61-100، أو من الرياض 011-21-78-585. هنبدأ ناخذ اتصالاتكم ومداخلاتكم، وكيف شكل الديربي وكيف توقعاتكم له. طيب إلى ما تيجي الاتصالات، اللجنة الأولمبية بدأت العمل كيف؟ إنها وقعت عقد مع شركة عالمية لتسيير أو لتطوير العمل الإداري والفني. طبعا احنا عارفين إنه في كثير من المشاكل الفنية اللي تعترض جميع التنظيمات الرياضية. الآن قاعدين يعملوا فورة جديدة في موضوع طريقة الأداء العملي الإداري والفني، لأنه في لبس كثير وفي مشاكل كثير قاعد تحصل وفي أشياء ما هي واضحة. الشركة العالمية هذه حتطور العمل الإداري والفني في اللجنة الأولمبية السعودية. طبعا هذا أطلق اللي أعلن هذا المشروع الأمير عبد الله بن مساعد، واليوم أعلن النائب التنفيذي لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية المهندس لؤي ناظر، وقعوا العقد وحيبدأوا العمل، وإن شاء الله إن شاء الله هم يبغوا يوصلوا إنه تحقيق ميداليات على الأقل يعني إلى خطة 2022. نتمنى إن شاء الله إن إحنا نشوف رياضتنا السعودية من عالي الأعلى. ناخذ اتصالاتكم أعزائي المستمعين، ناخذ أول اتصال. ألو. وإن شاء الله. ألو. يا هلا حياك. يا هلا والله، يا مساء الخير. مساء النور، مين معي؟ كيف الحال ان شاء الله؟ الله يسلمك. يوسف يعقوب. يوسف حياك الله يا اخو يوسف. من وين؟ من الطائف. الطائف، حياك الله اخو يوسف. الله يسلمك. اي تفضل.
والله أنا إن شاء الله بإذن الله أنا طبعًا أهلاوي طبعًا. نعم. الملكي. توقعاتك للديربي؟ توقعاتي إن شاء الله 3-1 للأهلي. 3-1 مو قوي؟ إن شاء الله. ترى هذا الاتحاد. لا بالعكس الأهلي أقوى ترى يعني بصراحة يعني إحنا عندنا تكتيك وعندنا بصراحة تنظيم جدًا رائع بالذات مع هذا يعني مدربنا دراس يعني جدًا ممتاز بصراحة يعني ما شاء الله كمان عنده ما شاء الله عقلية جدًا روعة. يعني كمان هو يعني على المستوى يعني مصطفى بصاص يعني نعم. بصراحة يعني جدا مهتز بس ما شاء الله بس يعني هذا يعني المدرب هذا أعطى له فرصة يلعب نعم. يعني وهذا ما شاء الله أجاب هدف مع اللي قدام التعاون يعني وإن شاء الله بإذن الله أنا متفائل خير إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يكون 3-1 للملكي إن شاء الله. يعطيك العافية أبو يعقوب. نأخذ اتصال ثاني. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا فيك الله يسلمك الاخ علي. اي نعم علي ابراهيم جعفري من جده الله يسعدك. يا هلا فيك اخوي علي الله يسلمك ان شاء الله. والحقيقه نتشرف نحن نشترك معكم في برنامجكم. ياس يسلمك ربي زدتنا شرف الله يسعدك. اتحادي ولا اهلاوي؟ والله اهلاوي وصميم من اخر القدم الى اخر الراس على ما قالوا. تتوقع ان الديربي كيف؟ والله ما اتوقع لكن اتمنى نعم. بإذن الله إنها 3-1 أو 3-0 للأهلي بإذن الله بحكم أن الأهلي السنة دي مستوى كويس ولاعبين يد وأداء جدا رائع وبإذن الله إنها أهلاوية 3-1 بحول لو قوت أو 3-0. والله كلكم متفائلين بالثلاثة هذا ثاني اتصال. والله حلوة التعليل صراحة لأنه الإدارة السنة دي حقيقة سمو الأمير فهد بن خالد وسمو خالد بن عبد الله وكافة أعضاء الشرف والجمهور السنة دي الحقيقة كل قام بعمله وواجب على أكمل وجه. نعم. وإحنا أنا أقول لك أنا أهلاوي يمكن من عمري يمكن 6 سنوات أنا عمري تقريبا 45 عام يعني 39-40 سنة وأنا أهلاوي يعني. نعم. ولي الشرف والفخر أن أكون أهلاوي يعني. نعم. يعطيك العافية وإن شاء الله تلقى النتيجة اللي تفرحك. نأخذ اتصال. الله يسعدك والحقيقة تحياتي للإخوان العاملين في إذاعتكم وقائمين على إذاعة تالف ألف فم وليك أختي والحقيقة إن شاء الله بعد المباراة بإذن الله لنا اتصال ونهني بإذن الله. بإذن الله. يعطيك العافية. نأخذ اتصال ثاني. وإن شاء الله. ألو. يا هلا حياك. سلام عليكم. السلام. مين معاي؟ بندر الحربي. بندر الحربي. يا هلا أخوي بندر. أهلاوي ولا اتحادي ومن جدة ولا من وين؟ اتحادي ومن الطائف. ومن الطائف حياك. ايه. كم تتوقع النتيجة؟ الأهلاوية طايحين على الثلاثات اليوم. والله إن شاء الله الأهلاوية بإذن الله شغلنا إن شاء الله بإذن الله 4-0. بترجعوا بتتوقع يرجع المستوى الاتحاد عن طريق الأهلي؟ أكيد ما يبغى لك إن شاء الله مشيئة الله. عدلي كم قلت النتيجة؟ 4-0 إن شاء الله. 4-0 مو قوية شوية؟ أيوة قوية بحكم انه الاتحاد ما يحتاج الاتحاد. لا بس اتحاد بتورك مو جميل. لا بالعكس جميل. بتورك مسوي شغل انا ما شفته يمكن من 5 سنين. طب ليه قاعد يهزم الاتحاد؟ حب يعني مو شمعه. وانت شفت المباراة بداية المباراة الشباب يعني لعبنا في كل الجهات لكن الله ما كتب. طب يمكن الحظ هالمرة كمان ولا تتوقع يتحسن؟ لا لا مشيئة الله مشيئة الله. الاتحاد 4-0 ومع انه ما في هجوم نعم يجمل يعني لكن نعم. باذن الله حنفوز عليهم باذن الله. الله يوفقك وانا اقول ان شاء الله للمطانيق قدام قدام الجوهرة ان شاء الله. يعطيك العافية. اعزائي المستمعين هنكمل وناخذ اتصالاتكم بعد الفاصل. يا هلا وسهلا فيكم من جديد وناخذ توقعاتكم لديربي الغربية ديربي الجماهير الاكبر والاميل. ناخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام حياك خالد. بالنسبة لموضوع الديربي إن شاء نعم. الله وشيء نتوقعها النتيجة أهلاوية إن شاء الله. أيه. ولكن على الديربي يعني الواحد ما يتوقع يعني أي شيء لكن إن شاء الله أهلاوية 3-1. وأتوقع فيها طرد. إيش يعني حكايتكم في الثلاثة اليوم يا أهلاوية؟ اتحادي واحد اتحادي متوقعها 4. لا شوفي متفائلين لأنه الدفاع الاتحادي صراحة والحارس حقهم جدا يعني ما هو قد كذا زي ما تقولي. أي بس هم في واحد متوقعها 4. 4 من الاتحاد؟ للاتحاد ما أتوقع لأنه أقوى دفاع تقريبا دفاع الأهلي. أي بلا هزيمة إلى الآن.
بلا هزيمة وكمان دفاع قوي بالأهلي وشفنا أرقام حقت الدخول على الشباك الأهلي جدا قليلة. نعم يعطيك العافية خالد. يعطيك العافية. طبعا زميلنا الإعلامي عادل الشريف متوقعها اتحادية 1-0، بس من الحين ما قال لنا مين اللي حيسجل، خليها مدام هو متوقعها خلينا ناخذ توقعه للأخير. الزميل الإعلامي عادل الشريف متوقع 1-0 للاتحاد. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك. أول حاجة كده قبل ما أعرفك من نفسي أختي هنا، أيوة، أنا حاب أقدم اعتذاري لك وللأستاذ محمد اللي يومين كان موجود. ليه ما صار شيء؟ ما يجي منك إلا الخير. لا لانه كده ممكن يعني كنت منفعل شويه من كلامه يا اختي هنا، لما نقول ما في يعني مدربين وطنيين ما في. لا ما يهمك، في اختي هنا قلبنا وسيع ان شاء الله. توقعاتك للديربي انت الاخ عامر صح؟ سلطان. سلطان عامر من جده. سلطان حياك الله يا اخوي، انا اخذ الاسم الاخير بس. الله يرضى عليك يا شيخ دنيا واخره. الله يسلمك. توقعك للديربي أختي أنا، أنا يعني الإذاعة والمستمعين كلهم يعرفوا سلطان عامر إنه أهلاوي للصمي. أيه. أيه حتى عروقي خضرة. دحين أنت تسألين على التوقع، أوكي؟ أيوة. إحنا مستوانا يعني قدرنا أحد أحد راح يأهلنا، أما مستوى الاتحاد أنا ما بتكلم توقع، أنا قاعد أتكلم يعني كمستوى. أيوة. لا. أديني النتيجة اللي أنت تشوفها منطقية، كم يا أستاذ سلطان؟ طيب ولو جت نتيجتي صح يا اختي هنا هدية من عندكم انا اجيب لك هدية من عندي، ابشر يا شيخ. الله يرضى عليك دنيا واخرة وحبب فيك خلق الله. الله يسلمك. انا اقول لك يا اختي هنا النتيجة 2-1 للاهلي. للاهلي مين يسجلها؟ طيب كمل التوقع. طيب مصطفى بصاص. ايه. عمر السومة، ولو ما سجل عمر السومة مصطفى الكبير، غير الثلاثة هدول ما في. طيب يعطيك العافية إن شاء الله، ونشوف النتيجة ونكلمكم يوم الأحد. ناخذ اتصال ثاني. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، مين معنا؟ كرومبو. كرومبو من وين يا كرومبو؟ من تبوك. من تبوك، حياك الله. تشجع أهلي واتحاد ولا مين؟ والله أنا أشجع الهلال. الهلال إيه. طيب ومتوقعاتك للديربي ولا عندك موضوع ثاني حابب تناقشنا فيه؟ توقعاتي للديربي توقعات الأهلي يفوز، مع أني أتمنى الاتحاد يفوز. ليش تتوقع الأهلي وليش تتمنى الاتحاد؟ لأن الاتحاد تقريبا قبل 5 مباريات أي. ما توفق فيها أي. مباريات كلها. تبغى يرجع للفورمة ثاني؟ نبغى يرجع للفورمة، وطبعا يعني ما أدري وش أقول لك، بس إن شاء الله يكون فوز الاتحاد عشان يرجع للديربي شوي ان شاء الله باذن الله. انا ضد العنصريه على هلالي، واتمنى الفوز لاي فريق منهم ان شاء الله بالتوفيق لهم. حلو حلو انه انك غير متعصب، بالعكس يسعدنا ويسعدنا كثير انه احنا ناخذ اتصالات من هذا النوع. الله يسعدك. وانا عندي اخ صراحه هو هلالي بعد، بس تعصبه يعني غير طبيعي. علمه لدرجه انه اذا يعني مثلا الهلال انهزم او خسر او سجل عليه هدف يعني احتمال اي شيء يرميك فيه. لا لا يا كرومبو علمه انه التعصب ما هو زي المشكله ان اخوي الكبير كبير عادي كبير اخوي اكبر مني، ترى العادي ممكن الصغير يعلم، ما عندك مشكله. يعطيك العافيه اخوي. ناخذ اتصال ثاني. الو. الو يا هلا حياكي، مين معنا؟ مرحبا، هلا والله، معك رنا. مين؟ رنا. معك رنا، حياك الله يا رنا. من وين يا رنا؟ رنا هي معك. رنا من جدة. من جدة. أهلاوية ولا اتحادية يا رنا؟ لا اتحادية. كيف كيف بالحماس تتوقع مين يفوز؟ ان شاء الله بإذن الله بكرة، يعني أتمنى بإذن الله تكون اتحادية. إيه إن شاء الله. إحنا دير ما حد يتوقع النتيجة طبعاً، بس يعني بإذن الله بإذن الله بحكم أنا البنت الوحيدة اللي اتصلت لحد الآن. إن شاء الله إن شاء الله بكرة الفوز اتحادي، وما عليه يعني الأهل عادي نهزم، مو فيها شيء ترى عادي. روحك رياضية صح؟ عادي خلي ونهزم على يدنا عادي. الله يعطيك العافية. تتوقع يعني يقدم الاتحاد مستوى جيد في ظل المستويات في المباريات السابقة؟ والله الاتحاد مباراة الشباب كان مرة صراحة متواصل الحظ، يعني ما شاء الله، مو الحظ وليد صراحة كان ضد الاتحاد،
بس ان شاء الله المباراه هذه يكون استفاد من الدرس حق مباراه الشباب وما يضيع الفرص يعني السهله زي اللي ضاعت مباراه راحت. نعم. وان شاء الله اللعيبه كده يكونوا داخلين جو المباراه من بدري وينهونها من بدايه, عشان انه كل ما تاخر التسجيل كل ما يعني كان الفريق الثاني حيسجل يعني زي الشباب يسجل في اخر الدقائق. عشان كده اتمنى بكره ان شاء الله من البدايه كده ان شاء الله صحيحين, وان شاء الله لعيبه الاهلي بدا يكونوا نايمين كده شويه عشان يعطيك العافيه رنا. الله يسلمك ربي. سعيده جدا انه اتصال بنت يعني معنا في البرنامج, طبعا قليل عددهم بس اتداخلوا معنا. زميلنا بسام حفني متوقعها اتحادية 2-1, بس ما قال لنا مين بيسجل, وهو يعني مو معترف انه المستويات السيئة السابقة انه ممكن تكون تؤثر على النتيجة, لانه الديربي دايما مختلف. وجهة نظر بسام, ناقشوه يوم الأحد ويقول يا رب. ناخذ اتصال. الو. الو, السلام عليكم. عليكم السلام, مين معانا؟ دائما حظي في اخر الدقائق مع برنامجكم. لا يا لا لا قدامك وقت. مين معايا؟ فارس من ابها. يا هلا يا اخوي فارس. صميم. يا هلا فيك. توقعاتك للديربي؟ توقعاتي ان شاء الله, انا دائما ما احضر اي مباراه للاهلي اللي ينتصر, وانا جاي من ابها علشان خاطر هذا الملكي حقيقة. أنا شوفي كمستوى الأهلي أفرض بمراحل. نعم. حقيقة, لكن بعض الأحيان الديربي يعني أنا أذكر أيام الأهلي كان في مستويات متدنية. ايه؟ كانوا الجميع يتوقع فوز الاتحاد, وكان الاتحاد في أوج عزة وفي قوة. نعم. وينتصر الأهلي. فأنا أقول كمستوى الأهلي أعلى كعبا, وخاصة السنوات الأخيرة. نعم. لكن إذا الأهلي احترم الاتحاد كفريق كبير حينتصر الأهلي بكل بساطة. أنا بخبرة في هذه أتكلم بخبرة, لكن إذا لعيبة الأهلي اعتمدوا على قضية أنهم فريق كبير وأنهم عندهم أجانب وعندهم مستوى فني عالي ومن هزوا المباراة لدخل بهذه النفسية, ثقي أختي هنا. نعم. الهزيمة حاصلة لا محالة, ولذلك لابد أن نحترم هذا الخصم الكبير الاتحاد مهما كان الاتحاد كبير, ونحترمه كأهلاوية. وبإذن الله حضوري أنا إن شاء الله, بإذن الله وجه سعد إن شاء الله, بإذن الله أدق عليك وأبشرك إن شاء الله. لو داروا عنك إدارة الأهلي وإنت كل مباراة تحضرها ويفوزوا, بيقطعوا لك في كل مباراة تذكرة ويجيبوك الملعب. في مباراة الأهلي إلا وأحضرها يمكن 70% وأنا أحضرها في جدة, في الرياض, في نجران, في أبها إذا جو هنا. يعني الحمد لله أنا أهلاوي, العائلة كلها أهلاوية, وعندنا مجتمعنا في الغالب أنهم أهلاوية, الجنوب بالذات الجنوب أغلبهم اكتساح يعني ينافسنا الاتحاد في المنافسة. نعم. الشعبية. يعطيك العافية أخوي فارس, شرفتنا. الله يسلمك. شكرا. نأخذ اتصال ثاني. ألو. يا أبها إذا جو هنا. ألو. العائلة كلها أهلاوية. اسمعني بالتليفون. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام, مين معانا؟ طبعا انت منصور مطيري. منصور حياك الله يا اخوي منصور. الله يبارك. من وين؟ من جدة. حياك الله. اهلي ولا اتحاد؟ لا الاتحاد الصميم. تتوقع الديربي كيف؟ يقول الاتحاد ان شاء الله, هو هزم الاهلي على يدينا. متوقع كذا ها؟ ما انت خايف؟ لا ان شاء الله سواء مع الشباب ما خايف. بس ما كان في نتيجة. ما عندك مشكلة انه يقدم مستوى؟ الدفاع هي المشكلة, بس ما هي مشكلة. طب اسألك, ما عندك مشكلة يقدم مستوى بس ما ياخذ النتيجة؟ والله ابغى ياخذ النتيجة صراحة, هو اول هزيمة الاهلي. نفسك يعني تستمتع بهذه اللحظة انها اول هزيمة صح؟ ايوه يفوز ان شاء الله, وان شاء الله دوري لنا باذن الله. يعطيك العافية اخوي منصور. ناخذ اتصال ثاني. الو. الو. على التليفون. مرحبا. يا هلا. مين معايا؟ معك عبادي الغامدي. بدر حياك الله اخوي بدر. عبادي. يا هلا فيك اخوي عبادي. هلا بيك. حياك. من وين؟ الله. من الشرقية والله. يا هلا فيك الله يحييك. اهلاوي ولا اتحادي ولا غيرهم؟ لا 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 انا نصراوي ما يحتاج, واتمنى فوز الاتحاد بكره ويرجع للمستويات الحلوه اللي قدمها اول ان شاء الله. يعطيك العافيه اخوي عبادي. ناخذ اتصال ثاني. الو. اخر اتصال. السلام عليكم. يا هلا فيك, مين معانا؟ ابو سالم من جده. يا هلا يا ابو سالم, ايش اخبارك؟ الحمد لله بخير, دامكم بخير. الله يسلمك. اهلاوي ولا اتحادي؟ وعجل عشان احنا وقتنا على النهايه. أنا أقول الرياض نصر ومطر, وجدة يكفي بحر.
طيب يعني اتحادية إن شاء الله اتحادية. كم كم؟ 2-1. يعطيك العافية أخوك عبادي. طبعا التوقعات الكل يعني متوقع فوز، ما في أحد يتوقع تعادل. حنشوف الديربي يوم الجمعة إن شاء الله ونشوف المستويات، وهل يخضع الديربي لكل هذه التوقعات أو للمستوى إذا كان منخفض أو مرتفع. وحافز الاتحاد أنه الأهلي بلا هزيمة، وأنه أول هزيمة حيتجرعها على يده، أو أول فوز يبغوا يفوزوا في ديربي في الجوهرة. مين يكسب التحدي؟ يوم الجمعة هي الحسم. نلتقي بكرة إن شاء الله وضربة بداية جديدة. الآن نعلن صافرة النهاية.